بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في المحاضرة دي عن structure وال operation وال application for different four layer dies. في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن dies وكان عبارة عن two layers P و N. اتكلمنا عن ال transistor وكان three layers PN PN. لو هنتكلم على ال devices اللي هي بتتكون من four layers, ال 4 layers diodes دي او ال 4 layer devices سمات عامة. على سبيل المثال تنقسم الى SCR اللي هو Silicon Control Rectifier, SCS Silicon Control Switch, GTO Gate Turn Off Switch, Lascar اللي هو Light Activated SCR, Shockley Diode و Diode with Triac. كل واحد من دول هنشوفه الخواص بتاعته والبارامترز المهم اللي لازم نعرف نتعامل معاه ازاي. ده اول نوع اللي هو الاس سي ار سيليكون ريكتيفاير. زي ما انتم شايفين هو عبارة عن 4 layers بي ان بي ان. هنا الطرف اللي هو البي ده اسمه الجيت, وادي الكاثود, وادي الانود. تلات layers ال 4 layers يعني بي ان بي ان ده عبارة عن 4 layers موجودين عندنا في الشكل الموجود ده. هو عبارة عن جهاز او switching device, جهاز بيستخدم في الموبايل switching في ال high voltage وال high current application. زي ال ordinary rectifier ال CR conducts في one direction. زي ما شفنا ال half wave rectifier او ال diodes بيمصر في اتجاه واحد, نفس الحكاية بالنسبة لل CR. التيرمينالز اللي عندي ادي الانود وادي الجيت وادي الكاثود. ده شكله في الطبيعة, في 3 اطراف زي ما انتم شايفين في كل واحد من دول. ده الشكل اللي هو بيستخدم في الهاي باور ديفايسز لما تكون الباور عالية في الابليكيشن بتاعت الباور الهاي باور ابليكيشن. الاوبريشن بيشتغل ازاي؟ تسويتش اس ار اون هاجي بالظبط زي نشوف كده نعمل ايه بالظبط زي ما كنا بنعمل في الدايت. هنقعد نزود الجهد الامامي بي اف بي اف بي اف بي اف لحد ما نوصل لنقطة هنا نسميها فورورد بريك اوفر فولتج. الجهد اللي بيحصل عنده انهيار امامي, هتبص التيار صغر مرة واحدة في اتجاه ده وبعدين يرجع يزيد تاني. الحتة دي ما شفناش قبل كده, دي بنسميها نيجاتيف ريزيستنس ريجن. زي ما انتم شايفين ليه نيجاتيف ريزيستنس, ده العلاقة بين الفولتج والتيار علاقة نيجاتيف. ده بالظبط الشكل العام بتاعه, وادي الانود وادي الجيت وادي الانود وادي الكاثود وادي الجيت. في الريفرس دايركشن تبص تلاقي برضه زي الديود العادي كده في عندنا ساتوريشن كارنت لحد ما بيجي بالظبط هنا في الريفرس دايركشن يحصل زي البريك, بيحصل البريك داون. زي ما انتم شايفين ان هو عبارة عن كاركترستكس مشابهة للدايت تقريبا, وبعدين في هنا نيجاتيف ريزيستنس ريجن وبعدين الزيادة بتحصل بالشكل ده. ايه البارامترز المطلوب نعرفها كويس جدا فيه؟ في الفورورد بايز ذا انود كاثود في اف اللي هو الجهد اللي بتدي عنده الدايت يواصل. لو طب ايه اللي يحصل بقى لو غيرنا جهد الجيت؟ كل ما زي ما انت شايف كل ما زودنا الكرنت بتاع الجيت كرنت هتبص تلاقي ال VF ده عمال بيقل. يعني انا التيار هنا في الجزء ده ال IG بتساوي 0, ال IG بتساوي 1, ال IG بس اكبر شوية وال IG 2. هتبص في علاقة بين ال gate current وبين ال voltage اللي هو بيحصل عنده ال conduction. Once the SCR switched on, اول ما بيحصل on لل switch ده بيتنيه لاتشد, بيتنيه ازاي؟ بيتنيه في حالة ال on حتى لو الجيت سيجنال شلناه. ايه التو بارامترز في الكارنت اللي عندي؟ في عندي هنا ترن كارنت بنسميه هولتن كارنت هو الاي اتش اللي هو الهولتن كارنت. مينيمم ريكوايرد كارنت فروم انود تو كاثود, ده اقل تيار في الفورورد ريجن لو ممكن يوصل عنده. في ريفرس بريك داون فولتج اللي هو عندنا ده ماكسيمم ريفرس بايس فور اس سي ار, اقصى جوه ده ممكن تحطه في الريفرس دايركشن على الاس ار. هو ده
هنكمل الاوبريشن بتاعه. في طب عايز اعمل بعد ما عملت له اون، انا عايز اعمل سويتشنج اوف للاس سي ار. عندنا حاجتين، اما ريموف الباور سورس بتاع الانود والكاثود، هشيل الجهد من الانود والكاثود ده، وبالتالي الجيت الانود والانود الانود كاثود فولتج هيبقى زيرو، مفيش بوتنشال ديفرنس، او ان انا اعمل ريفرس بايز انود والكاثود تيرمينالز، او ان انا اعكس الاطراف بايز والكا والانود والكاثود تيرمينالز. ال SCR cannot be switched off by simply removing the gate voltage. cannot، خد بالك من cannot دي، ما اقدرش اعمله off عن طريق ان انا اعمل removing ال gate current. في حاجة بنسميها ال commutative circuits، اللي هي الدائرة التبادلية بالعربي، ده بقى يمكن كلمة مش مستحبة قوي، لكن عشان نوضح الموضوع بتاعه. الكوميتيشن سيركت دي اللي هي دايرة الابدال دي، اللي هي بتخلي لي هل ممكن اخلي الاس سي ار ده اوف ولا لا. دي ممكن الكوميتيشن سيركت دي ممكن استخدمها for satisfying either the condition for switching off والاس سي ار. هقدر من خلال الدايرة دي ان انا اتاكد تماما الاس سي ار ده اصبح ايه. هو موضوع الكوميتيشن ده زي ما انتم شايفين، انا ادي الانود وادي الكاسود وادي الجيت، رايت. لو انا جيت عملت مسار هنا، ده المسار ده مفتوح، لو جيت هنا قفلت السويتش ده، اصبح التيار الانود ممكن يجي هنا ما يمرش هنا، فبالتالي تيار الانود يقل عن قيمة الهولدنج كارنت. فمادام تيار الانود قل عن قيمة الهولدنج كارنت، اكيد هيبقى اوف. فدي بنسميها التبادل، الدائرة التبادلية، معناه ان انا احط على التوازي سويتش لو قفلته يسحب معظم التيار بتاع الانود، وبالتالي تيار الانود يكون اقل من قيمة السويتش. في حاجة مهمة جدا لـ SCR false triggering، أحيانا بيكون الـ triggering ده false، ممكن يبقى في confusing شوية الحتة دي. الـ SCR can be forced to trigger conduction under several conditions. خد بالك الـ SCR can be forced to trigger conduction under several conditions. إيه الـ condition دي؟ excessively high voltage from anode to cathode. دي should be avoided. ما نحاولش نخلي فيه الفولتج عالي ما بين الانود والكاثود، ما نحاولش نخلي فيه هاي فريكوينسي سيجنال من الجيت للكاثود، ما نحاولش نشتغل عند هاي اوبريتنج تمبريتشر. في الابلكيشن في الخاصه بالاس سي ار حاجه بنسميها الفيس كنترول. الفيس كنترول يعني ايه؟ هل اخلي السيجنال اللي طالع على اللود من بدايه السايكل ولا من نصها ولا من اخرها؟ تعال نشوف الحكاية دي بتحصل ازاي. ال gate voltage can be set to fire CR at any points في ال AC cycle. ادي عندنا هنا، ادي ال input اهو، وادي ال SCR اهو، ويحصل عندي هنا ال gate بالظبط. لو قفلنا ال gate دي، اكيد اكيد ده بيشتغل، مجرد ان انا قفلت ال gate دي. اللي هتبص تلاقي هنا الجزء بتاع الكنترول بتاع ال gate دي، ان هو يشغل ال diodes ولا لأ، ممكن تحصل عند أي فترة زمنية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو أنا عملت الكوندكشن ده من خلال الدايز ده، خد بالك أنا الدايز ده هيعمل هاف ليفل ريكتيفاير، السيجنال دي هتبقى عندك بالشكل ده بالفعل، اللي هي واصلة عندك هنا دي. مجرد إنك تحط الجيت كارنت والإس آر دي يبتدي يشتغل، يبتدي يشتغل فين بالظبط؟ يبتدي يشتغل بعد زاوية معينة، تعتمد على قيمة المقاومة اللي أنت واخدها دي. فبالتالي باللعبة في المقاومة دي، اللي هي بتؤدي إلى التحكم في تيار الجيت، تقول لك بالظبط إمتى الـ SCR يبتدي يشتغل. ليه في بنسميها فيس كنترول؟ زي ما أنت شايف التحكم في التيار ده، وبالتالي قيمة التحكم في الـ RTD، بيغير التيار عند زاوية معينة أنا عايزها. في حاجة مهمة جدا، لو كانت الزاوية دي، شوف لو كانت الزاوية دي صغيرة كده، معنى كده أن الباور اللي واصل اللود أعلى، فدي عشان كده سميناها فيس كنترول. في الاكزامبل اللي احنا شايفينه ده، الاس سي ار فايرز ليتر ات 90 بوينتس، النتيجه اللي انا حاطط المقاومه دي وغيرتها، بخلي الكوندكشن بتاع الاس سي ار ده يبتدي من بعد 90 درجه من بدايه الويف. فبالتالي الجزء اللي هو البلو داش ده هو اللي بيبين بالظبط متى بدأ الكوندكشن، عشان كده بنسمي هنا 90 درجه كوندكشن.
ايه الابليكيشن بتاع الاي سي ار دي؟ يوز تو مانيتور سيتويشن تريجر سي ار تيرن اوف بوزيشن اوف سيركتس. باتري ممكن استخدمه في الباتري تشارجنج ريجليتورز شحن البطاريات، تمبريتشر كنترول سيركت دوائر التحكم في درجة الحرارة، emergency lighting key system اللي هي نظم الإضاءة في حالة ال emergency. في نوع تاني من السويتش بنسميه سيليكون كنترول سويتش، خد بالك في ده اس سي ار وفي اس سي اس. السيليكون كنترول سويتش ده اول ما تعرف تسمع عنه تعرف ان انا عايز حاجتين، ان انا شغاله في لو باور شويه واستخدمه للسويتشنج بتاعه بيبقى اصلا. ايه الفرق بين ده وده؟ تعال نشوف. ادي الانود وادي الكاس وادي الجيت كاسود جيت، وفي عندي انود جيت هنا. الاي سي سي اس زي الاي سي سي ار اكسبت ات هاز تو جيتس، عندك في كاسود جيت وفي عندك انود جيت، في عندك هنا تو جيتس. ده اول فرق بين اس سي اس والاي سي سي ار. ايذر جيت كان فاير اس سي ار، اي جيت من دول ممكن تخلي لك الاس سي ار يشتغل. تعال نشوف لو ده الشكل ده بالظبط الفور، ده الشكل العام بتاعه. ادي انود وكاسود، وعندك هنا انود جيت وعندك هنا كاسود جيت. وادو الفول لايرز، الفول لايرز معناها عندك بي ان بي ترانزستور وان بي ان ترانزستور، اللي هما دول ده البي ان بي وده الان بي ان. تعال بص هنا، امتى الترانزستور امتى الاخينا ده الانود والكاسود يمر في تيار؟ لو كان الجهد ده اللي هو الاي جي كده موجب، لو كان الجهد ده موجب معنى كده الترانزستور ده يبقى اون، فبالتالي التيار يمر من الانود للكاسود. طب هنا لو حطيت برضو الانود جيت، حط هنا لو حطيت الانود جيت عليها نيجاتيف، هتبص تلاقي نيجاتيف دي بتخلي الكيو 1 ده يكون داك، فعندك حالتين، يا اما ده يكون موجب يا اما ده يكون سالب. امتى يبقى اوف؟ هنعكس البولاريتيز على طول، يبقى ده يكون نيجاتيف وده يكون بوزيتيف. نوت الانود جيتس ريكوايرز هاير فولتج ذان ذا كاثود جيت، خد بالك المهمة جدا دي، الانود جيت اللي هو ده محتاج هاير فولتج اكتر من الكاثود جيت. هنشوف الحكاية دي في مسألة نقدر نعرف بالظبط ازاي بنحسب ال SCS مقارنة بينه وبين ال SCR. ال CS has much lower power، زي ما قلت لك ان هو بيستخدم في low power applications مقارنة بال SCR. ال CS has faster switching time، ودي ميزة مهمة جدا في ال high speed devices. ال SCC can be switched off by gate control، ممكن اتحكم في ال off بتاعه من خلال ال gate control. ايه ال application بتاعته؟ pulse generator يولد لي pulsات، voltage sensor يحس بالتغير في الفولتج، الارم سيركتس اللي هي دوائر التحذير الموجودة ممكن استخدمها في السيفتي سيركتس. النوع الثالث اللي اسمه بنسميه جي تي او، اللي هو الجيت تيرن اوف سويتش. جي تي او ار سيميلر زي الاي سي سي ار بالظبط، اكسبت ذات الجيت كان تيرن ذا جي تي او اون اند اوف، الجيت بقى هي اللي بتتحكم في الموضوع ده. It conducts only in one direction، بيوصل في اتجاه واحد زي ما شفنا كان الاس تي ار بيوصل في اتجاهين. ايه الابلكيشن الخاصه بيه؟ في الكاونترز والباس جنريتور والاوسيليتورز والفولتج ريجليتور. الجي تي او كومباريزون مع الاس تي اس، الجي تي او از لو باور ديفايس، الجيت سيجنال نيسيسري تو فايز ذا جي تي او از لارجر ذان اس تي ار جيت سيجنالز، مهمه اوي لارجر دي. الجيت سيجنال نيسيسري تو تيرن جي تي او اوف زي بالظبط similar to SCS. The switching rate of turn GTO off much faster than SCR. فأكيد ده مستخدم في ال high speed devices. ال light activated SCR ده عبارة عن SCR، ولكن اللي بيحصل اللي بيشتغل باللايت. بمعنى ايه؟ بدل بنحط هنا لايت زي ما انت شايف هنا، ادي الانا بدل الكاسد بدل الجي، لو حطينا اللايت هنا ده بالظبط بيحصل بيخلي بالظبط conduction ال SCR. Alaska is an SCR that is fired by light beam striking the gate cathode junction، زي ما انت شايف ال gate cathode دي الضوء بيبقى في الجنكشن دي، فبالتالي بيقدر يعمل لها بريك داون لها، وبالتالي يحصل كوندكشن لل anode والكاثود. أو ممكن عن طريق applying gate voltage. ايه ال application؟ optical light controls في ال relays، في ال phase controls زي ما شفنا في ال SCR، موتور كنترول، وبعض الابليكيشن الخاصة بيه.
النوع الرابع هو الشكل الدايس، خد بالك لسه برضه في ان بي ان في الفور لاير ديفايس. الشكل الدايس كونتاكت وانس بريك اوفر از ريتش، اول ما يحصل بريك اوفر هنا بالظبط يبتدي يواصل. از اونلي كونتاكت ان وان دايركشن، فقط في الاتجاه ده. الاوبريشن بتاعته الشكل الدايس ماست بي فورورد بايز، زي ما انت شايف كده نقعد نزود الفولتج فورورد لحد ما يجي في النقطة دي يحصل انهيار وبالتالي كونتاكشن. ده لايك ان اس ار ات اونلي كونتاكتس ان وان دايركشن. الابلكيشن بتاعته تريجر سويتش فور اس سي ار، ممكن نخليه يعمل تريجنج للاس سي ار. الدايك عبارة عن بنسميه بريك اوفر ديفايس. هتبص تلاقي هنا في هنا في الجزء الامامي بيحصل بريك اوفر فورورد، وعندك بريك اوفر في الريفرس. الاوبريشن بتاعته ده بعض، شوف هنا ده مش 4 لايرز، بعد 1 2 3 4 5، 4 5 لايرز. ده الشكل بتاعه انود وكاثود. في عندك هنا انود 1 وانود 2 وانود 2 وانود 1، زي ما انت شايف ان انا عندك انود 1 وانود 2، في عندك مسارين للكونداكشن، عشان كده في عندك مسار ده ومسار ده، هما 2 باسز للكونداكشن بتاعه. Once the break over voltage is reached، أول ما بوصل لل break over voltage ده ال diode conducts، يوصل تيار كهرباء زي ما انت شايف. So can conduction both direction، الأمامي والعكسي. ال break voltage is approximately symmetrical لل positive وال negative break over voltage. ال break over في ال forward وال reverse تقريبا متساويين. ال application بتاعته trigger circuit، استخدم في عمل triggering للترياك. و proximity sensor circuits اللي هي المستشعر القرب أو الاقتراب، ده بنشوفها في دوائر ال control circuits. ترياك هتبص تلاقي هنا في حاجة هنا مهمة. ترياك زي الداك بالظبط، ولكن في gate terminal، كان هناك gate anode وكانت مكانش فيه gate. أول ما الراكب gate هنا يبقى قاعد اسمه ترياك جاي من تراي يعني. When fired by a gate or by exceeding the breakover voltage, the triac conduct in both directions، برضه بيوصل في الاتجاهين، ولكن هنا الجيت بتبقى أحد النقط التحكم في الأوبريشن بتاع الترياك. إيه الأبليكيشن الخاصة بـ AC Power Control Circuits؟ بتستخدم في التحكم في دوائر الـ AC Power. ده شكله العام، عشان لو شفناه في الطبيعة زي ما انت شايف انود 1 وعند عند الجيت. ده شكله العام بالانود 1 والانود 2، الشكل ده اوضح. ده التيرمينال بتاعته انود وجيت، انود 1 وانود 2، وادي الجيت بتاعته، وادي انود وادي جيت وانا انود 2، عشان نقدر في الابلكيشن العام هنقدر بالظبط نشوف ازاي بنوصله بالثلاث اطراف بتوع. النوع اللي بعد كده هو اليوني جانكشن ترانزستور يو جي تي. هنا بقى ده مش فور لايرز، هتبص تلاقي ان هو عبارة شوية شبيه. عندك ايه؟ عندك 2 بيز، بيز 1 وبيز 2، وعندك الإميتر. اليوني جانكشن ترانزستور بنسميه يو جي تي، ده 2 بيز اللي هي البيز 1 وادي البيز 2 والإميتر ايه. اليو جي تي سيمبل رسمز ريبيت سيمبلز، بيشابه بالظبط رمز الفيد افكت ترانزستور اللي درسناه قبل كده. الإميتر هنا، الإميتر زي ما انت شايف هنا مش داخلة مباشرة كده، لا هي داخلة بأنجل نسميها أنجل. الفيت كان الخط ده، خط الإميتر دايركت، ده بيبقى أنجل أرو اللي هو أرو داخل بأنجل معينة. هنخش بقى في المعادلة بتاعته. أدي الإميتر أهو، وأدي عندي من الإميتر البيز بتاع الترانزستور عبارة عن بين جانكشن، وادي عندي ار بيز 1 وار بيز 2. خد بالك الحته دي كلها جوه اليو جي تي، امال ايه اللي بره؟ عندك البيز 2 والبيز 1 والاميتر. الانتر بيز ريزيستنس الار بي بي اللي هي ما بين المقاومه بين المقاومتين دول، اللي ار بي بي بتساوي ار بي 1 زائد ار بيز 2، مقاومه البيز الاولانيه ومقاومه البيز الثانيه لما يكون تيار الاميتر بيساوي 0. الانترستنج ستاد اوف ريشيو، دي نسبه موجوده في التوصيف بتاع اليو جي تي، هي النسبة بين RB1 لل RBB، نسبة بين RB1 للمقاومة الكلية RBB برضو لما يكون I بيساوي 0. Conduction through the emitter terminals begin، امتى بقى يبتدي اخينا ده يوصل يجي يوصل؟ لما يكون ال emitter voltage اللي هو الجهد ده يوصل للجهد اللي ممكن يخلي ال UGT ده يشتغل.
لازم يكون ال VP ده اللي هو انا الجول الداخل عندي ده لازم يكون المعامل ايتا اللي شو بنسميناه الثابت الخاص بتاعنا اللي هو بنسميه ستاند اوف ريشيو، والفي بي بي هديهولك، وعندك البي داوت 7/10 تقدر تجيب البي بي. فالبي بي ده الجهد اللي ممكن يحصل عنده كونتاكشن لليو جي تي. اليو جي تي برضه لو درسنا يمكن هنعمل التجربة دي، هتبص تلاقي نفس الكاركترستكس بتاعته، التيار عمال يزيد مرة واحدة لحد ما يجي البي بي، وإن يحصل مرة واحدة ما يوصل التيار الجهد على اليو جي تي لقيمة البي بي اللي هي بيحصل بتلس كونتاكشن، هتبص تلاقي في عندك جزء هنا نيجاتيف ريزيست. في عندك هنا نقطتين مهمين جدا، هنا في حاجة اسمها الفيدي بوينت اللي هي نقطة الوادي اللي هنا دي، وعندنا هنا في نيجاتيف ريزيستنس ريجن لأن المقاومة عندك حركتها عكسية مع الفولتج، وعندك هنا جزء تقريبا بيبقى اسمه ساتوريشن ريجن بدل اوف ريجن. يبقى اليو جي تي عندنا كام ريجن؟ في عندنا الكت اوف، وعندنا نيجاتيف ريزيستنس، وعندنا ساتوريشن ريجن، وعندنا هنا نقطتين مهمين جدا، الفالي بوينت اللي هي بنسميها لها فالي فولتج ولها اللي هو في في، ولها التيار الفالي اللي هو الاي في. اليو جي تي ميتر كيرف بيشهد العلاقة بين الفي اي وبين التيار الاي اي. هتبص تلاقي كل ما هنا الاي في اي كل ما بتزود هنا ايه اللي بيحصل بالظبط، الفي اي عمال يحصل بي ال لما يكون الفي بي 30، لما يكون الفي بي 20 هتبص تلاقي اقل ريدكشن اسرع، لو الفي بي بتساوي 5 تحكم في المو في قيمة الاي ام اف. فاليو جي متر كيرف شو الافكت بتاع الفي بي، تأثير قيمة الفي بي بي على التشغيل بتاعت اليو جي تي ام اف. هاير فاليو في بي، كل ما كانت الفي بي بي عالية كل ما كان هاير فاليو في بي. شوف الفي بي بي كانت 20 30 هتبص تلاقي الفي بي 15، لو الفي بي بي ب 20 هتبص تلاقي الفي اي ب 12، ودي بالظبط ماشي مع المعادلة اللي فاتت ان الفي اي بتتناسب طردي مع الفي بي بي. هنستخدمه في ايه؟ هنستخدمه ان هو يعمل تريجر لل اس سي ار. ادي الاس سي ار، قلنا في الاس سي ار لازم احط هنا على الجيت دي فولتج، دي اللي هتبتدي تشغل، او فولتج فولتج داخل من هنا بنسميه تريجر فولتج. تريجر فولتج هنجيبه منين؟ هنجيبه من يو جي تي. الداري تشتغل ازاي؟ ادي الفولتج رايت هنا ده لسه اوف، هتبص تلاقي التيار يمشي في الار 1 ويشحن المكافأة، هبتدي يشحن المكثف لحد ما ايه، لحد ما الجهد اللي عندك ده كافي ان هو يخلي اللي هو البي اميتر ده يخلي ده يشتغل. لو ده اشتغل هتبص تلاقي المكثف على طول فرغ في الار 2، لما يفرغ في الار 2 اكيد هيدخل البولش بتاع التفريغ ده يحس بيه الاس سي ار ده، وبالتالي يوصلك التيار للود. فده اليو جي تي بيتحكم امتى بالظبط الاس سي ار بيشتغل، وبالتالي امتى يكون عندك لود كارنت. الشحن والتفريغ هو ادي الشحن بتاع المكثف بالتايم كونستانت R1C، وبعدين التفريغ بالاس سي ار، وبعدين الشحن التاني والتفريغ. ده بنسمي الشكل ده الاكسيشن اوسيليتورز. زي ما انت شايف القيمة اللي عندي الشحن بيبتدي من في فالي لحد الفي بي، وبعدين يحصل تفريغ سريع. الحكاية دي ده الفي ار، الفي سي بتساوي الفي اي اللي هي القيمة اللي عندنا دي، وده الفولش على R2 اللي هي الفولش على المقاومة دي. شوف الفولش على المقاومة دي عامل ازاي، عامل ازاي، عامل في شكل سبايكس، في شكل نبضات بالشكل ده. هو ده بالظبط اللي بيعمل تريجر، يعني الشكل ده هو اللي بيعمل تريجر، ده الخارج بالظبط من اليو جي تي، وده اللي بيأثر على الاس سي ار يخليه يشتغل. طبعا له علاقة بين التايم كونستنس بتاع الشحن والتفريغ، يعني هنا عندك التايم كونستنس R1C اللي هو الشحن بتاعنا ده، التفريغ بيمر من خلال عندك ار بيز زائد ار 2، دخلنا مقاومة جديدة بتاعة الار بيز. التو بتاع التاجر سيجنالز دي عبارة عن ار بيز زائد ار 2 في الكاباستر اللي هو بالظبط المسار بتاع الجهد اللي موجود على الار 2. الفوتو ترانزستور ده احد اشكال الترانزستور اللي بيشتغل بالضوء،
وده التطبيقات كتير جدا في الفوتو الكترونيك ديفايسز، عبارة بنقول عليه ان هو لايت كنترول ترانزستور، ترانزستور بيتحكم فيه عن طريق اللايت. الكرنت سورس الكوليكتور والجمترز كنترول باي لايت، التيار اللي مر من الانود من الدايت ده الترانزستور ده ممكن اتحكم خلاله من الضوء الساقط على ترانزستور. تيار الكوليكتور اللي هو اي سي ده بيساوي اي لامدا اللي هو التيار اللي هو الكوانتم لايت ده اللي هو التيار اللي بيمثله الضوء مضروبة في اتش اف اي. اتش اف اي دي اللي هي بالظبط هي بيتا بتاع الترانزستور اللي هو معامل تكبير التيار. فالكوليكتور كارنتس برودكت اوف ترانزستور كارنت جين اللي هو كنا بنسميه بيتا او اتش اف اي، واللايت انديوس بيس كارنت اللي هو التيار الناشئ من الضوء. خد بالك ان اللايت كوليكتور له علاقه بين اللايت كارنت وبين اللامدا بين الويف لينس كمان بتاع اللايت. الاوبتيك ايزوليتورز دي معناها ايه؟ معناها ان ممكن يكون عندك مصدر الضوء في مكان والريسبونس بتاعه في مكان اخر. دي بالظبط زي ما بنشوفها في الريموت كنترول، بيبقى عندك انت قاعد بالريموت كنترول بيطلع من عندك ويف من الكنترول وادي التلفزيون. فدي بنسميها ايزوليتور ليه؟ لان مش شرط يكون المصدر الضوء في نفس المسافه او قريب من او في نفس السيركت الخاصه باللوب بتاعك. ايزوليتر معناه ان مفيش هنا في هنا فاصل ما بين ده وده، زي ما انت شايف هنا بالظبط ده اللايت اللي طالع من اللايت ايميتنج دايت هيشغل الترانزستور ده. دول 3 ترانزستور عشان اكبر معامل التكبير بتاع الترانزستور، فبالتالي التيار اللي وصل للود هنا يكون كبير. ده بالظبط بيقول لك ان انا ممكن فوتو اس اس ار اشغل اس اس ار من خلال اللايت ايميتنج دايت ده. اليو جنكشن ترانزستور زي ما احنا شفنا في الاستاذ اللي فاتت ما كانش ستيبل، لان انا عايز اعرف بالظبط امتى اليو جي تي ده ممكن اخليه امتى في اي لحظه بالظبط كان كنترول، عشان كده لازم نعمله برمجه من برمجه اللي هو بنسميه بروجرامبل يو جي تي. هتبص تلاقي ادي الكاركترستكس بتاعتك، ادي الفي بيك وبعدين يحصل بالظبط انستيبل ريجن وبعدين يحصل فيه الجزء اللي كنا بنسميه ساتوريشن. الكاركترستكس الخاصه بيه ان سام اوف اتس اوبريتنج كاركترستكس الويت از مور لايك اس اس ار، ده مشابه للاس اس ار. لايك اليو جي تي البوت مشابه زي بالظبط اليو جي تي ولكن بيختلف عنه، مش مشترك معاه في ايه؟ لو نيجاتيف ريزيست اللي هي الجزء اللي شفناه قبل كده في السلايد اللي فات، ولكن الريزيست ريجن از انستيبل في البوت. الريجن ده مش ستيبل. هنخليه ستيبل ازاي؟ هنخليه ستيبل ان احنا نعمل له برمجه. طب برمج البوت ده وبالتالي بيسمى بنسميه بروجرامبل يوجن جانكشن ترانزستور. الشغل اللي عندنا بيشتغل ما بين الادل اوف ريجن وادل اون ريجن، بيشتغل زي ما انتم شايفين هو بيشتغل كسويتش بين الاوف وبين. امتى بيحصل فايرنج للبروجرامبل يو جي تي؟ زي ما انتم شايفين هنا عندي الجيت وعندي الاند والكاثود. البولش على الجيت ده يساوي الار بيز 1 على ار بيز 1 زائد ار بيز 2 في البي بي بي، بيساوي ده عرفناه قبل كده في البي بي بي. فالفي جيت هنا الفي جي ده بالظبط ممكن اتحكم فيه من خلال البارامتر دي، او ممكن ابرمجه ان الفايرنج او البوت ده بعد ما برمجه بيبقى بي يو تي بروجرامبل ريجكشن ترانزستور. البرمجه بتتم من خلال التحكم في القيم دي اللي هي مقاومة البيز الأولانية على مقاومة البيز الأولانية زائد التانية في ال في بي بي اللي شفناها في السلايدز اللي قبل دي باتنين تو سلايد. هطلب منك الفي جي دي وهدي لك الايتا دي وهدي لك الفي بي بي، تقدر تجيب لي بالظبط ازاي نقدر اتحكم في البوت فاير. شكرا جزيلا للاستماع.